السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تخفيضات أسعار السيارات في جمهورية مصر العربية في 2019 و2020. في السلسلة دي احنا بنتكلم عن كل التخفيضات اللي تمت على العربيات من نهاية 2019 حتى وقتنا هذا. انا لميت كل العربيات، كل فيديو بعربية، وكل العربيات اتلمت في سلسلة واحدة علشان الناس تبقى عارفة ايه العربيات اللي تم عليها فعلا تخفيضات، وايه العربيات اللي ما تمش عليها تخفيض، وايه العربيات اللي علوا سعرها وبعدين خفضوها تاني. ده على اعتبار ان احنا بننسى الكلام ده للي بيفكر يشتري. طبعا انا لا انصح بالشراء في الوقت الحالي، لان في موجه من التخفيضات وموجه من المنافسه وحرب ما بين التوكيلات وبعض. كل شركه مبيعاتها بتقل بتخفض العربيه بتاعتها، فبقيه الشركات بتلاقيها خفضت اللي هي في نفس المنافسه او في نفس الفئه السعريه، فبيروحوا مخفضين هم كمان. فعشان كده في حرب في التخفيضات. ما ينفعش في وسط الحرب دي نخش احنا الغلابه ونشتري ونخسر. الافضل اننا ننتظر لما الحرب دي تنتهي خالص والعربيات تجيب اخرها، وساعتها هقول لكم ان شاء الله وقت الشراء. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك، وممكن تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديده. نبدا على بركه الله. هنتكلم في الفيديو ده عن تخفيضات السيارة شيري أريزو 5 موديل 2020 في مصر. شركة شيري كشفت عن تخفيضات شيري أريزو 5 موديل 2020 بشكل رسمي في الأسواق المصرية، وخفضت جميع فئات شيري أريزو بحوالي 5000 جنيه. العربية أريزو هي صينية من سيارات شيري بيتم تقفيلها محليا في مصر، وهي بتعتبر بديل للسيارة هيونداي فيرنا، لو ينفع أصلا نسمي هيونداي فيرنا دي سيارة. شيري أريزو 5 هي عربية جديدة على الأسواق المصرية، بتنافس في فئة سعرية مليانة بالعربيات الاقتصادية المنتشرة واللي اثبتت وجودها وكفاءة بشكل كبير. بتنافس بي واي دي اف 3 وشيفرلي لانوس، وبتنافس لادا جرانتا اوتوماتيك. شيري أريزو 5 كعادة السيارات الصينية وزي ام جي بتعمل على تقديم اعلى قيمة مقابل السعر. تصميمها متفوق على معظم السيارات اللي فئتها السعرية، كما ان كمالياتها ووسائل الامان فيها ممتازة. العربية انتشرت بشكل كبير في اول ايامها في الاسواق المصرية. العربية بتتنافس مع عربيات قوية، وبتنافس في فئة سعرية فيها كتير من العربيات اللي عمرها طويل والاعتمادية بتاعتها عالية جدا وانتشارها قوي. وبتتوجه أريزو للطريق ده، فبدأت العربية بالانتشار في الشوارع المصرية بشكل كبير. الأريزو تخفيضاتها اول فئة بتتباع حاليا ب 169,000 جنيه مصري بدل من 172,000 بتخفيض 3,000 جنيه. تاني فئة 189,000 بدل من 193,000 بتخفيض 4,000 جنيه. تالت فئة نازلة ب 203,000 بدل من 208,000 بتخفيض 5,000 جنيه. الفرق بين الفئات الثلاثة، الفئة الأولى مانيوال فيها جنوط ومثبت سرعة وفيها جميع وسائل الأمان وأنظمة الفرامل اللي احنا عارفينها، دي اللي ب 169,000. الفئة الثانية أوتوماتيك زيادة عن الكماليات اللي فاتت، فيها تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، دي نازلة ب 189,000. الفئة الثالثة اوتوماتيك فيها زيادة عن كل اللي قلناه في الفئات، بلوتوث وكاميرا خلفية وفتحة سقف وفرش جلد. التخفيض ده ما فرقش كتير، ولازم يكون في تخفيضات اكبر. اولا لان العربية دي صيني، وطبعا احنا عارفين يعني ايه صيني، والمفروض ان سعرها يكون اقل من المنافسين بتوعها زي لادا جرانتا بفرق كبير عشان تتغلب عليهم وتبيع بشكل افضل. انما طبعا هي متفوقة، وده غصب عن الجميع، طبعا متفوقة عليهم في معظم وسائل الامان وتصميم، لكن هم متفوقين عليها ببلد المنشأ. فاعتقد ان لازم العربية دي ينزل سعرها اكتر من كده علشان فعلا مبيعاتها تزيد. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة. اشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.